تفرج إن شاء الله حتفرج والله غير الله يفرج عليك. هذا النزوح تقريبا رقم 8. طب إيش أنا وين أروح؟ فهمني وين أروح؟ وأنا كلهم اللي معاي أطفال، فيش معاي حدا يساعدني يقف معاي، كلهم أطفال. هاي الزمن أنت شايف، طلع هاي واحد وهي واحد وهي واحد وهناك واحد. طب إيش أعمل أنا؟ وين أروح؟ قل لي. والأمتى هذا الكلام؟ يعني لأمتى؟ يحددوا لنا مكان يا بيقولوا لنا موتوا فيه يا احيوا فيه وخلصنا. والله هيك ما بزبط، لأمتى البهدلة هذه؟ استهداف الان في رفح في مخيم نزوح في منطقه موقع البشرفين. اشتغلوا النيران في المكان، شغلوا السكان الان، قام النيران لكن لا يوجد الان، لا يوجد. عملتوا تعيدوا
الاستهداف الان في رفح في مخيم نزوح في منطقه موقع البشوشين استعيد الان في المكان قام الاستقرام الان قام الان لكن لا توجد الان